دوري أتمم مباراة الأستاذ عبد الطيب الحافظي، وإن كان الأستاذ عبد الطيب الحافظي تلميذا لفترة أشرفي فأنا كنت تلميذا للأستاذ عبد الطيب الحافظي، ويشرفني اليوم أن أجلس على هذه الطاولة التي تضم ثلاثة أجيال من رجال التعليم وأهل ذكرى مدينة العائش. والقارئ لهذا الكتاب الذي بنا بين اليوم كتاب البطل المشهور للمؤلف عبد الطيب الحافظي وسيرة الأستاذ أشرفي سيجد أن هناك توازيا وتلاقيا مع كتاب ما هو على ذكرى مدينة العائش، لا من ناحية الحقبة الزمنية التي أطرح لها كتابين فترة الحماية بالضبط والعشرية الأولى من بعد الاستقلال، ولا من حيث الجوانب التي عالج كل من الكتابين سواء الجوانب السياسية أو الثقافية والاجتماعية لمدينة العائش، إلا أن كتاب الأستاذ عبد الحافظي تطرق مجموعة من الجوانب التي هي خارج مدينة العائش التي مر منها الأستاذ أشرفي خاصة في مدينة طوان وأيضا في مناطق أخرى. كذلك هذا الكتاب طرح بابا كان مصادا في وجه قراء ذاكرتنا المحلية وهي ذاكرة حزب الشورى والاستقلال في مدينة العائش، إذا هذا الكتاب فتح لنا بابا لنتعرف من خلاله على بعض الأحداث وبعض المجريات والانتشارات داخل بيت حزب الشورى والاستقلال. هذا النص يعالج جوانب متعددة سيصعب أن أشملها جميعا في قراءات، يعني ربما الأمر يتطلب قراءات ممتدة في الزمن وفي المكان، وهذا الأمر سأحاول أن أفتح شرية بعض الباحثين والمتابعين في التاريخ لكي يمثلون بقراءاتهم وبكتاباتهم لينقب داخل هذا الكتاب ويستخرج منه بعض المشاريع أو بعض الأوراق البحثية، فكتابه غني وهو مبدأ بالنسبة للباحثين والدارسين في تاريخ المدينة وفي تاريخ منطقة الشمال ككل. إذا قلت سأكتفي بمحاولة يعني قراءة نقطتين من هذا الكتاب. النقطة الأولى ستكون التربية والتعليم واجبة للنضال ضد الحركة الوطنية من خلال سيرة الأستاذ الأشرفي. إذا قضية التعليم عند الحركة الوطنية كما نعلم جميعا هي قضية مركزية، فالحركة الوطنية التي نهلت من الحركة السلفية بمصر ومن فكر محمد عبده يتمركز على التعليم ليس فقط لتحرير الاوطان من المستعمر ولكن لتحرير العقول من براثن الجهل والهميه والتخلف، فالانسان الجاهل والهمي هو قابل للاستعمار كما على ذكر المصطلح الذي استعمله مالك بن نبي القابليه للاستعمار، فهذا الانسان هو في كل وقت قابل لان يكون مستعمرا، ولهذا الحركه الوطنيه راهنت على التعليم كقضيه أساسية، وبالتالي فتجربة المدارس الحرة كما عرفتها طوان عرفتها العلائش وعرفتها مدن كسادة وفاس كانت هي الواجهة للنظام. والأستاذ الأشرفي كما وجدته في خلال قراءة هذا النص هو متشرف لهذه الفكرة ومتشبه بها إلى أقصى درجة، ولعل أكبر تجلي لهذا التشبع بفكرة النضال العلمي هو عندما وقف بين يدي المغفور له محمد الخامس في الأسابيع الأولى من بعد الاستقلال، لم يطلب وظيفة له أو بزملائه، لم يطلب مناصب، لم يطلب بناء طرق، لم يطلب تجهيزات أو بنية تحتية، فما طلبه الأستاذ الأشرفي من سلطان المغرب المغفور له محمد الخامس هو بعثة إرسال بعثة طلبة إلى إسبانيا، وذلك نتيجة لقناعته بأن العلم والمعرفة هو السبيل إلى النهوض بالمغرب والتقدم به إلى مصاف الدول المتقدمة. كذلك الأستاذ الحافظي وهو يصف لنا أستاذه، وبالمناسبة نحن اليوم نحضر احتفاء تلميذ بأستاذه،
وهذه طريقة الاتفاق هي نادرة، يجب أن نقف عندها وأن نسجلها وأن نثمنها. فلما رأى في حياتي تلميذا يحتفل بأستاذه بأن يدون كتابا يروي سيرة الأستاذ الذي يجده ويقدره وينبهر به. وفي إطار انبهار الأستاذ الحافظ بالأستاذ الأشرفي يقول في الصفحة 23 وهو يذكر لنا أحاسيسه وهو يستعد للذهاب عنده لطلب مقابلته، فيصف نضاله العلمي، يوظف أستاذ الحافظ هذه العبارة نضاله العلمي، وكأنه لا يفصل بين نضال الأستاذ الأشرفي النضال السياسي والنقابي عن نضاله العلمي، وذلك رجل يحوي الأستاذ الأشرفي هو ابن الحركة الوطنية المتشابهة لما ذكرته في البداية لفكرة النضال عبر التربية والتعليم. كذلك في الصفحة 39 سيذكر الأستاذ الحافظي عن أستاذه الأستاذ الأشرفي: تسلع بالكتب والقلم والخطب والخطب والمحاضرات واضعا نعشه على كتفه. هكذا وصف الأستاذ الحافظي أستاذنا الأشرفي، أي كأنه يعني سلاحه كان هو الخطب والمحاضرات والكتب. والأستاذ الأشرفي كان معروفا كما ذكر الأستاذ الحافظي أنه دائما يحمل الكتب أينما ذهب وأينما ارتحل. على ذكر التربية والتعليم سأخصص الجزء الثاني من النقطة الأولى للوقوف عند بعض المؤسسات التربوية التي كانت موجودة في العائش والتي درس فيها الأستاذ الأشرفي أو ذكرت على سبيل السياق في حديثه أو في حواره مع الأستاذ الحفيظ. فالأستاذ الأشرفي بداية درس في التعليم العتيق في كتاب اللبنانة على يد الفقيهين العروسي والغيلاني، وداخل هذا الكتاب تلقى القرآن والحديث. ثم المدرسة الأهلية حرة، وكان من أساتذتها دون سلام أستاذ اللغة الإسبانية والحاج حيون وعبد الرحمن مشفال والسي عبد الملك بن الفقيه والأستاذ أحمد التدلاوي مديراً وأستاذاً للأنشطة والأناشيد والمسرح، وهو ما يعادل عندنا اليوم يسمى بالتربية الفنية. وعبر هذه الأنشطة، أنشطة التربية الفنية داخل المدرسة الأهلية، كان ينقل للمتعلمين قيم وطنية وكذلك دروس التاريخ. من بين دروس التاريخ كما ذكرت داخل هذا النص التي كانت تلقى في المدرسة الأهلية ملحمة وادي المخازن وتحرير العرائش على يد المولى إسماعيل. إذن هنا نحن أمام مستوى جد متقدم من طرق التدريس باستعمال طرق يعني تفاعلية عن طريق الأنشطة الفنية التي من خلالها كان يتلقى المتعلمون القيم الوطنية وكذلك دروسا في تاريخهم المحلي وتاريخ المغرب ككل. من بين المؤسسة التربوية التي كانت موجودة أيضا وذكرت في الكتاب غروبو سكولار، وكان فيه دون بيدرو مديرا بالإسبانية، مدرسة بريماريو تطرق لمجموعة من الجوانب التي هي خارج مدينة العرائش التي مر منها الأستاذ الأشرفي خاصة في مدينة طوان وأيضا في مناطق أخرى. كذلك هذا الكتاب طرق بابا كان مصادا في وجه قراء ذاكرتنا المحلية وهي ذاكرة حزب الشورى والاستقلال في مدينة العرائش. إذن هذا الكتاب فتح لنا بابا لنتعرف من خلاله على بعض الأحداث وبعض المجريات التي جرت داخل بيت حزب الشورى والاستقلال. هذا النص يعالج جوانب متعددة.